هذا سائل يقول: هل يجوز بناء الحائط على القبر بحجة لئلا يمر به الحيوان؟ هل يجوز؟ يجوز بناء الحائط على القبر بحجة ألا يمر به حيوان. قبر واحد، قبر واحد ينبش ويدخل مع القبور في المقابر، ما يخلى وحده ينبش بأمر المحكمة، ما بتمشي أنت، لا، لازم تأخذ فتوى من القاضي أو من الإفتاء في نبشه. نعم، وتشرف عليه لجنة أيضا. نعم.